لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 61، وعنوان حلقتنا النهاردة الشيخ الفوزان يكذب المفتي علي جمعة. شفنا في الحلقة اللي فاتت أن الأشاعرة رفضوا إثبات الصفات الخبرية النقلية بالأدلة النقلية لأن إثباتها على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، لكن بيثبتوا صفات المعاني اللي هي زي القدرة والإرادة والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام، وإثبات الصفات دي مش بيؤدي بيهم إلى التشبيه، والتشبيه يعني التجسيم. والصفات اللي رفضوا يثبتوها دي زي الوجه واليد والنزول والعلو والاستواء العرش، دي كلها صفات سمعية خبرية، عشان كده الأشاعرة رفضوا حديث الجارية اللي احنا يعني بنتكلم منه كدليل اساسي على معركة اين الله، لدرجة انهم بيأولوا كلام الجارية. عشان كده الاشاعرة اخترعوا حاجة جديدة وقالوا رسول الاسلام لما سأل الجارية اين الله، الجارية قالت ان الله في السماء لان السماء قبلة الدعاء، وده اختراع من عندهم ان السماء قبلة الدعاء. وشفنا ابن حجر لما قال ان السماء قبلة الدعاء، وازاي الشيخ البراك رد على ابن حجر وقال اللي ينفي صفة العلو ملحد لأنه بكده بيقول إن الله عدم. وشفنا كمان الأشاعرة من خلال تفسير القرطبي بيقول إن اللي يثبت صفة العلو وإن الله في السماء مجسم ملحد. وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن اختراع الأشاعرة لمصطلح السماء قبلة الدعاء، ونبدأ بفتح الباري بشرح صحيح البخاري ونشوف مع بعض المرجع. قوله باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، قال ابن بطال أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء، فكرهه شريح وطائفة وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. يعني ابن حجر شارح أعظم كتاب بعد القرآن اللي هو صحيح البخاري بينقل كلام ابن بطال اللي قال إن السماء قبلة الدعاء زي الكعبة ما هي قبلة المصلين، الكلام ده بدعة وكفر بالنسبة للوهابية السلفية. ونشوف الشيخ الأشعري جيل صادق وهو في الحقيقة بيقول نقطة أنا قلتها قبل كده، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. أن الله تبارك وتعالى خلق السماء وجعلها مسكنا للملائكة وقبلة للدعاء. وإليكم ما يقول الإمام محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين طبعة دار الفكر المجلد رقم 2 في الصحيفة 25 يقول: والله تعالى منزه عن الجسمية ولا يحل فيه شيء تعالى وتقدس عن أن يحويه مكان فيشار إليه أو تضمه جهة، وإنما اختصت السماء برفع الأيدي إليها عند الدعاء لأنها جعلت قبلة الأدعية. الشيخ الأشعري جيل صادق بيقول إن الداعي لما يرفع إيده للسماء ده مش معناه إن الله في السماء زي ما قالت الجارية لرسول الإسلام لما سألها أين الله، فالجارية قالت في السماء، لأن اللي يقول إن الله في السماء ده مجسم، والداعي لما يرفع إيده للسماء ده لأن السماء قبلة الدعاء مش لأن الله في السماء. وكلام الشيخ الأشعري جيل صادق تحريف وتلاعب بالنصوص، وخلينا نشوف الشيخ ابن عثيمين وهو بيرد على الكلام ده في الفيديو اللي جاي. قد اجتمع بي أناس من الذين يقولون والعياذ بالله إن الله بذاته في كل مكان، وكان ذلك يوم النحر في منى، فقلت لهم أمس أنتم في عرفة؟ قالوا نعم. قلت كيف تدعون الله؟ تقولون يا رب، يعني يديكم للأرض، ولا يا رب يمين ولا يسار؟ قالوا لا نقول يا رب. طيب رفعتم يديكم إلى من؟ إلى من تدعونه يا رب؟ فقالوا إنما نرفع أيدينا إلى السماء. شوف الشيطان كيف لبسهم، لأن السماء قبلة الداعي، السماء قبلة الداعي. سبحان الله، أنت الآن عندما تستقبل القبلة وأنت تدعو أين قبلتك؟ الكعبة، ما هي قبلة الداعي، لكنك ترفع يديك للمدعو لا شك، ولا تحتاج إلى تحريف.
شفنا الشيخ ابن عثيمين وهو بيقول انه اجتمع مع ناس من اللي بيقولوا ولا يعوذ بالله ان الله بذاته في كل مكان، واكيد طبعا بيقصد مين؟ الاشاعره. الشيخ اجتمع مع الاشاعره لانهم قالوا للشيخ ابن عثيمين نفس الكلام اللي سمعناه من الاشاعره قبل كده، وسالهم الشيخ ابن عثيمين كيف تدعون الله، تقولون يا رب يعني ايديكم للارض ولا يا رب يمين ولا يا رب يسار؟ فقالوا احنا بنرفع ايدينا للسماء لان السماء قبلة الداعي. والشيخ ابن عثيمين بيقول دول ناس الشيطان لبس عليهم دينهم وبيحرفوا في الدين. والمشكلة وانا بجهز للحلقة دي اكتشفت ان اللي بيقول الكلام ده ويعلمه للناس ويحرف في الدين المفتي السابق للازهر وعضو هيئة كبار العلماء في الازهر الدكتور علي جمعة، وبيقول للناس ان تحريف الاسلام ده يعتبر فن الدعاء. وشوفوا معايا الفيديو مع الدكتور علي جمعة وشوف مع بعض. وايضا تلقاء الوجه، يعني في مقابلة الوجه كده نمد ايدينا، مد اليد يجعل الله سبحانه وتعالى يتكرم عليك، يعطيك، يستجيب لك. شيء بسيط ولكنه سر كثير جدا من البشر يعرفون هذا السر، موجود في ديانات كثيرة، رفع اليدين إلى السماء. السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. يعني لما بنحب نصلي نروح لفين؟ نوجه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طب عندما ندعو نروح لفين؟ يعني نوجه ايدينا الى الارض مثلا؟ لو امرنا الله بذلك لفعلنا، لانه يكون سر للاستجابه، لكنه علمنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم بمد اليدين الى الصلاه الى السماء. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ علي جمعه قال اننا لما نمد ايدينا ده يخلي ربنا يتكرم علينا ويجيب الدعاء ويستجيب لدعائنا ويدينا اللي عاوزينه، وان ده سر كتير من البشر في كل الديانات بتعرفه ان السماء قبلة الدعاء زي الكعبة اللي هي قبلة الصلاة. لما نصلي بنتوجه فين؟ اكيد للقبلة اللي هي الكعبة. لكن لما ندعو نوجه ايدينا لفين؟ للارض مثلا؟ لا، لو الرسول قال لنا كده يبقى هنوجه ايدينا للارض، لكن الرسول علمنا اننا نوجه ايدينا للسماء لانها قبلة الدعاء. واسم الفيديو فن الدعاء، يعني التدليس في الاسلام بيسموه فن. طيب من فين جابوا ان السماء هي قبلة الدعاء؟ ونشوف رد الشيخ صالح الفوزان على كلام الشيخ علي جمعة ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الإجابة على من يقول إننا إذا مددنا أيدينا إلى السماء لا نمدها لأن الله في السماء بل لأن السماء قبلة الدعاء؟ نقول كذاب، الله لم يجعل لنا قبلة غير الكعبة، ما في قبلة للمسلمين غير الكعبة، هي قبلة المسلمين. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما قال ولي وجهك شطر السماء، بل إن الذي يرفع بصره إلى السماء في الصلاة متوعد يعني يخطف الله بصره، لا تعود إليهم أبصاره. فليس للمسلمين قبلة أحياء أو أمواتا إلا الكعبة المشرفة. وشفنا الشيخ الفوزان وهو بيقول إن اللي يقول إن السماء قبلة الدعاء ده كذاب، حتى لو كان مين؟ مفتي الأزهر علي جمعة. وإن ما فيش قبلة للمسلمين غير الكعبة، وإن الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وما قالش فولي وجهك شطر السماء. واللي يرفع بصره للسماء في الصلاة ده متوعد أصلاً إن الله يخطف بصره وما يرجعلوش تاني بصره، يعني فجأة كده يبقى أعمى وهو بيصلي. لما يرفع بصره للسماء والكعبة قبلة المصلين الأحياء والأموات. ونشوف الشيخ جيل صادق وهو بيستشهد بتفسير القرطبي. وإليكم ما يقول الإمام القرطبي في تفسيره المسمى تفسير القرطبي. هذا القرطبي توفي سنة 671 للهجرة. في هذا الكتاب الجزء 18 من طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية سنة 1424 هجرية، في الصحيفة 141 يقول: ووصفه تعالى بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام، وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء لأن السماء مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل القدس ومعدن المطهرين من الملائكة، وإليها ترفع أعمال العباد
وفوقها عرشه وجنته، كما جعل الله الكعبة قبلة للدعاء والصلاة، ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليها، وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان، ولا مكان له ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كان. انتهى كلام الإمام القرطبي. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة الأنبياء، وهذا ما نحن عليه، والحمد لله رب العالمين. وزي ما شفنا الشيخ جيل صادق بيستشهد بكلام القرطبي، وطبعا القرطبي أشعري وبيأكد إن زي ما الكعبة قبلة الدعاء والصلاة، أيضا ترفع الأيادي إلى السماء لأنها قبلة الدعاء. والسؤال اللي بسيبه معاكم، اختراع إن السماء قبلة الدعاء، عايزين ولو حديث واحد مكتوب فيه الكلام ده، وعلى رأي الشيوخ السلفية إن ده تحريف في الدين. وتابعوني وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة، فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوه.